رح نسلط الضوء على مبادرة إنسانية يمكن هي الأولى من نوعها ضمن أيام كارثة الزلزال، وهي تقديم الأطراف الصناعية لمتضرري الحرب. رح نعرف معلومات أكثر عن هي المبادرة، من الأشخاص اللي استهدفتهم هي المبادرة وشو كانت حالاتهم. ضيفنا لليوم هو السيد أيهم حمشو، ماجستير في تصنيع الأطراف الصناعية ومدير فريق الأيهم للتطوع. صباح الخير أستاذ وأهلا وسهلا فيك. يا هلا، صباحك وأهلا وسهلا فيك. صباح النور. بداية الرحمة للشهداء والشفاء العاجل لمرضانا، ونحن مبادرة فردية، فريق صغير عم نحاول نقدم اللي نقدر عليه لحتى نرفع المأساة اللي أوجدها الزلزال. يعطيك العافية. 18 يوم. خلينا نبلش مع حضرتك مع فكرة المبادرة والخطوات الأولى، كيف بلشتوا فيها؟ بدأنا فيها فورا بعد الزلزال، طلعنا على المناطق المنكوبة. تركيب الأطراف الصناعية بده تهيئة، بده إحصائيات بالقبل، بده دعم نفسي، بده الوقوف على الحالات لحتى نقدر نجيب المواد الأولية لتصنيع الأطراف الصناعية، ومن بعدها منبلش بقى بالتصنيع ومنبلش بإعادة التأهيل بعد التصنيع. طيب خلينا نحكي، ذكرت حضرتك أنه توجهتوا للمحافظات المنكوبة، مين اللي توجه الفريق بشكل كامل؟ لا، نحن فريق موزع على 4 مراكز، في مركز باللاذقية، في مركز بحلب، في مركز بحمص، وفي المركز الرئيسي بالشام. فتوجهنا فورا من اختصاصيين لتصنيع الأطراف الصناعية وأطباء عظميين واختصاصيين تأهيل نفسي لحتى نقوم بالخدمة على أكمل وجه. والحمد لله كان في عدد للكادر اللي توجه، عدد للفريق التطوعي اللي توجه. نحن تقريبا عددنا 20 شخص بين شاب وصبية بمختلف الاختصاصات، أطباء عظميين، هندسة طبية، اختصاص أطراف صناعية، فنيين تصنيع أطراف صناعية، وإداريين. أستاذ أيهم، نحن متعودين على موضوع تركيب الأطراف والمبادرات بموضوع الحرب لمتضرري الحرب، ولكن اليوم نحن عم نحكي عن متضرري الزلزال. خلينا نحكي عن عدد الحالات يلي لمستوها، الأشخاص يلي فقدوا أحد أطرافهم نتيجة الزلزال. الأعداد اللي لهلأ وصلتنا هي أعداد بالعشرات. عم نعمل إحصائيات لنعرف تماما شو نوعة البتر، إن كان علوي ولا إن كان سفلي، فوق الركبة، تحت الركبة، فوق المعصم، تحت المعصم. العدد للصراحة يعني بس أنت تكوني على الأرض غير ما تشوفي الموضوع على الشاشات، الموضوع شوي كبير، بده دعم مزبوط، بس عم نحاول نحتويه، والحمد لله يعني عم نحاول نقدم، في كتير ناس عم تساعد، القلوب مع بعضها، هذا الشيء عم يعطي كثير كثير تسهيل. كان في اصابات كثير، قلت بالعشرات، يعني الارض دائما وقت بتكونوا متواجدين على الارض غير وقت بتوصلك الحالات، ان كان عن طريق صفحات التواصل او عن طريق الاتصال. كان مشهد مأساوي، حضرتك زرت جداً المناطق؟ جدا، المشهد المشافي مأساوي، عندنا اطفال كثير، عندنا اطفال من الهلع هربت وتركت اطرافها اللي هي اوريدي مبتوره من بساعات الزلزال ومن الخوف. بهي اللحظه اكيد ما حدا رح يفكر ب وصلتنا حاله لطفل بتر تحت الركبه، هرب ترك طرفه، الطرف تحت الانقاذ، عم نحاول هلا نتواصل مع زوي لحتى نركب له طرف جديد. عندنا اطفال صغار، يعني عندنا خداج، عندنا اطفال بعمر الزهور 2 و3، وضع للصراحه مأساوي. كانه الاطفال اكثر نسمع منك طبعا سبب الضغط، سبب الركام والساعات التواجد تماما. طيب خلينا نحكي اليوم تركيب الطرف اليوم او التعامل مع الطرف المبتور لمتضرري الحرب عم يكون هو مختلف عن متضرري الزلزال، ولا هي تقريبا نفس الحالات بس يعني يضاف لها المتضرر للزلزال؟ في عندك اصابات للعمود الفقري، في عندك اصابات شلل، في عندك اصابات رضيه، يعني تختلف شوي عن الاصابات الحربيه. الشيء اللي اكثر شيء صنعته عم نشوف قدامنا على الطاوله، يعني هذا المنظر لحاله يدمي القلب، يعني مثل ما بيقولوا ثقيل، يعني اليوم طفل كيف قادر يحمل هذا الجهاز؟ خبرنا عنه اكثر لو سمحت. للإصابات الشلل عند الأطفال، بدل ما يقعد الطفل بكرسي مدولب بيقدر يرد يرجع يوقف ويمارس حياته الطبيعية. بعتقد هذه من أكثر الإصابات اللي نحن عملنا إحصائيات عليها بعد الزلزال. كتير يعني كان فيها طلب عليها كتير؟
كان في إحصائية كبيرة للإصابات بهذا الشيء. إصابات الشلل. طيب خلينا نحكي اليوم عن كيفية هذا التصنيع، عن المواد اليوم قدرتوا أنكم تأمنوها. نحن بنعرف إنه إحنا بواقع حصار يعني اليوم لكل هدول المواد. تماماً، الحصار عملنا أزمة للصراحة بإيجاد المواد الأولية اللي بتدخل بتصنيع هذه الأجهزة. طبعاً في نخبة من المهندسين قدروا يعملون بدائل للمواد الأولية المستوردة. نعم. والحمد لله عم نقدر نعطي أجهزة تضاهي الأجهزة العالمية بخبرات سورية وبتصنيع محلي. عم نشوف أيضا لقطات، يعني يعطيكم ألف عافية اليوم، بتفرحوا القلب. يعني اليوم قد ايه بيعطوا أمل للإنسان اللي عنده مشكلة، يعني بيرجع هيك يرجع للحياة من جديد. صح، في كثير أشخاص رشا بيحلموا يرجعوا يوقفوا. صحيح. يقوموا بنشاطاتهم الحياتية، وهذا الشيء يمكن قدرة الأطراف الصناعية تحقق لهم إياه. في حاجة اليوم كبيرة للأطراف الصناعية بمختلف أنواعها. خلينا نحكي عن المواد يلي عم تستخدم ضمن هاي الأطراف. المواد المستخدمة عم نحاول نلاقي بديل عن المواد المستوردة بطابعات 3D. عندنا نخبة من المهندسين اللي عم يقدروا يصنعوا لنا مواد تتكيف مع حالة المريض، مع نمط حياته، إن كان رياضي، إن كان بيمارس حياته بشكل طبيعي، بينزل على شغله، بيطلع من شغله. هذا الشيء عم ينعمل بشكل مخصوص لكل مريض بحد ذاته، والحمد لله عم نوصل لنتائج كتير حلوة. الفيديو اللي عم نشوفه هن طرفين الكترونيات، هن تم تصنيعهم بسوريا، هن أول تصنيع لأطراف الكترونية على مستوى الشرق الأوسط. والحمد لله نحن مواكبين العلم وحداثة العلم، عم نطلع بشكل. هي مواد سيليكونية، هي مواد كربونية، هي مواد من التيتانيوم. يعني هي لازم تكون من أفضل المواد لحتى إنه نحن عم نكون بتماس مع المريض، يعني مع إنسان، فلازم يكون من أفضل المواد لحتى نحن نأخذ أفضل نتائج. طيب بيكون في سؤال دائما إنه هاي الأطراف ممكن تتعرض للتلف، يعني تمام. كيف ممكن كمان تتعامل؟ نحن عم نعمل صيانة مجانية بعد ما نأخذ الحالة، وعم نتلافى أي مشكلة تصنيعية. والحمد لله الأمور ممتازة. يعني اليوم من خلال حديثك الأستاذ أيهم، نحن عندنا قدرات كتير مهمة، قدرات سورية، عقول سورية اليوم أكيد بحاجة لدعم كرمال تقدر أن تقدم شيء متميز. عم تقول اليوم على صعيد الشرق الأوسط، يعني على مستوى الشرق الأوسط، هذا أكيد شيء كتير مهم. هذا الدعم مفروض يكون موجود على الأرض. هل اليوم عم يكون لكم دعم، إن كان من مجتمعات أهلية، من جمعيات، كونه اليوم الإنفاق خاص أكيد يعني، وعم يتقدم مجان لكل مصابين الزلزال؟ عندنا دعم الحمد لله كثير كبير من الجمعيات الأهلية والخيرية، الحمد لله. بخص بالذكر جمعية أراميون المشرق، صندوق العافية، حفظ النعمة، سوريا الخير، جمعية الأنوات، حتى في فنانين ما بيحبوا يذكروا أسماءهم عم يدعمونا بالظل. دعم فيه كثير محبة وكثير قوي الدعم، يعني نحن عم ناخده لحتى نقدر نوصل لهي الصورة اللي انتم عم تشوفوها. طيب خلينا نحكي اليوم عن الفترة الزمنية اللي بتحتاجوها للتركيب هذا الطرف، يعني من استلامكم حالة مرضية معينة وصولا لتركيب هذا الطرف عند الشخص. نحن اول شيء بنعمل دراسة، بيتدخل الدعم النفسي، بتعرفي للطفل بس يفقد طرفه بيكون في صدمة، ما بيعود يعرف يتعامل مع الموضوع. صحيح. بنعمل دعم نفسي. بعد الدعم النفسي بنعمل له دعم طبي، كيف يهيئ الجزمور اللي هو الطرف المبتور ليكون بأفضل شكل لحتى يتناسب مع الطرف الصناعي، يكون بشكل مخروطي ما يضايقه للطفل أو للبالغ. بعد هذا الشيء بيتم دراسة أنه أفضل مواد ممكن تتركب بالنسبة للعمر، للوزن، لطبيعة الحياة اللي بيمارسها. بنجيب المواد الأولية ونبلش تصنيع. بعد التصنيع بيجي مرحلة التدريب، بدك تدربيه لحتى توصلي أنت لمستوى
ياخذ كل امكانيات الطرف الصناعي، ما يكون بس طرف تجميلي او طرف يصير يعتمد على الاطراف الاخرى بشكل اكبر. وهذا الشيء عم نقوم فيه باذن الله باكمل وجه ان شاء الله. يعطيكم العافيه استاذ ايهام. خلينا بس نرجع نضوي ونركز على نقطه كون احنا عم نقول لمصابين الزلزال اليوم، خلينا نتوسع اكثر بالشرح. اليوم اي حدا بده يتواصل معكم عنده حاله، شو هي الطريقه؟ وخلينا نحكي على الحالات اللي اشتغلتوا عليها، فقط اطفال او رحتوا للشباب وكبار السن؟ هلا اي تواصل بيصير عن طريق ارقامنا او عن طريق الشباب الموجوده على الارض. في عندنا الاستاذ باسل والاستاذ محمد عم يدوروا على المشافي ويجمعوا معلومات. عم نتواصل مع ذوي المصابين وعم ننسق مواعيد لحتى نبلش نقدم الخدمه. الخدمه بدها شويه وقت لبين ما يطيب الجراح ولبين ما نبلش نحن نجيب المواد الاوليه اللازمه. الحالات او الشرائح طبعا الاطفال هي بالنسبه لنا اهم شريحه. صحيح. فعم نحاول نحن نستقطب اول شيء ونصب الدعم اللي عم يوصلنا اول شيء للاطفال. قدمتوا شيء؟ قدمنا لطفل بتر تحت الركبه، عم بلش تصنيع هلا للطرف تبعه، نسي تحت الانقاض. وفي طفل ثاني عم نتابع حالته، هو بالعنايه المشدده، بنتمنى له الشفاء العاجل. امين. وعم نحاول. شو صفحتكم اليوم اذا اي حدا اليوم عم يشوفنا وعنده حاله حابب يتواصل معكم؟ مركز الايهام للاطراف الصناعيه باللاتيني الايهام، بتطلع المبادره مع الصفحه مع كل الخدمات اللي بنقدمها نحن. طيب خلينا اليوم نحكي بظل هي الجهود اللي عم تقدموها والروح الحلوه اللي موجوده عندكم للعطاء، في صعوبات عم تواجهكم بالعمل؟ انا بدي نوه بالخط العريض انه في مرات عم نوقف بهالمصاب الجلال، عم نوقف شوي عاجزين، عم تلمنا القلوب وعم تلمنا المبادرات الحلوه لحتى نتغلب عن المشاكل اللي عم تصير على الارض. العقوبات اخذه كثير صدى وعم توقفنا ببعض الحالات بشكل شوي عاجزين عن خلينا نوضح اكثر عن موضوع العقوبات. عم تقصد العقوبات الاقتصاديه؟ العقوبات الاقتصاديه كثير يعني اشخاص اليوم في دائما هي حاله الجدل انه سوريا مستثنايه من العقوبات، انه العقوبات الاغاثيه والطبيه والصحيه الى اخره، فخلينا نوضح هي النقطه من حضرتك. هلا نحن ما فينك، في عندنا نحن كثير مواد تدخل بتصنيع الاجهزه الطبيه، هاي المواد غير مستثنيه. يعني هاي المواد ما عم تجي تحت المواد الاغاثيه ولا عم تجي تحت المواد الطبيه. في عندنا مواد مفاصل نحن بنستخدمها، في عندنا ركب الكترونيه، في عندنا ركب هيدروليكيه بنستخدمها، غير محفظ للصراحه. عم نلاقي كثير صعوبه لحتى نحصل عليها، عم نلاقي كثير صعوبه لحتى نلاقي بدائل عنها. انا حكيت لك انه صار في نخبه من المهندسين اللي عم يحاولوا يلاقوا لنا بدائل عن طريق الطابعات 3D والى اخره لحتى نحن نوفي العجز الموجود. العقوبات بتطال البنيه التحتيه، فهي عم تطالنا عن طريق نحن بنستورد، فهي بمفاصل الاستيراد نحن وقت نستورد مواد اوليه. هذا الموضوع انا من هذا المنبر بحكي بكل صراحه، هذا الموضوع عم يعيق عملنا. بتمنى هذا الشيء ينظر بامره، وباسم كل مين بيشتغل بالعمل الاغاثي والعمل الانساني انا بقول انه يرجع رفع العقوبات، اعاده الموارد لدولتنا لحتى نحن نقدر نقوم فيها ونعمرها ونعمر البشر قبل الحجر. أكيد أكيد أستاذ. اليوم هذا المطلب هو حق وشرعي، وخاصة ضمن الأزمات اللي عم نعيشها كان بسنوات الحرب. يعني قد عانينا بالقطاع الصحي، واليوم مفروض يعني العقوبة، يعني العقوبات أول شيء تكون ترفع عن القطاع الصحي، عن الأدوات الطبية اللي أنتم بحاجة تصنعوها كان بهذا المجال أو مجالات ثانية. أستاذ أيهام، هيك كلمة أخيرة من حضرتك لكل حدا اليوم عم يشوفنا، لكل حدا حابب أنك تقدم له هي الخدمة المجانية ضمن الظروف اللي عم بنعيشها. نحن جاهزين لتقديم خدمة تركيب الأطراف الصناعية والخدمات الأخرى اللي بتتعلق بالأجهزة الطبية. شو هي الخدمات الأخرى كرمال هيك نوضح؟ الخدمات هي إصابات العمود الفقري اللي تحتاج إلى عمل جراحي، من انزلاقات، من ديسكات، أجهزة الشلل، أجهزة الردود، الميزابات أو الجبائر التقويمية لكامل العمود الفقري، لكامل الجهاز العظمي. ونحن جاهزين لأي اتصال أو لأي حدا بحاجة هذه الخدمة. طيب يعني بهي الجهود دائما رشا، بتحسي إنه
نفوسنا بتقوى اكثر. اكيد يعني بتقوى نتيجه الزلزال اليوم. كان في كثير ضرر نفسي عند الاشخاص وخاصه بهذا الموضوع. قد ايه بتنقهري وقت بتشوفي طفل حرم بريء بسبب ظرف ما انه اليوم يقدر يمشي يقدر يحرك ايديه؟ فاليوم الطب والعلم يعني الحمد لله قدرنا نتجاوز هي المرحله ولو بشغلات خلينا نقول انه بديله ما انا خلقت رب العالمين، ولكن هي يعني عم تفي بالغلط. استاذ ايهم كثير شكرا لك، كثير شكرا لحضورك، تحياتنا لكل فريق مبادره الايهم، شكرا لكم، شكرا لكل الكادر الطبي ولكل المختصين اليوم ضمن الفريق اللي توجهوا لجميع المحافظات ليغطوا الحالات اللي عندهم اصابات شلل او فقد بالاطراف. شكرا استاذ ايهم لحضورك. شكرا كثير لكم. شكرا كثير لك واهلا وسهلا فيك.